القرعة النهاردة، قرعة منتخبنا الوطني في تصفيات أمم أفريقيا 2023؟ قرعة طبيعية، احنا تصنيف أول الحمد لله، فالمفروض بناء على التصنيف ومكانة مصر المنتخب، على إن ما نتكلمش على أي قرعة مع دول تانية، مع احترام من الدول كلها يعني. فده يمكن اهميتها جايه في انه اول مباريات للمدير الفني الجديد اللي هو الكابتن ايهاب جلال، فالناس كانت مركزه النهارده مع يا ترى مين مجموعتنا. ومجموعات تصفيات افريقيا ما بتكونش بالصعوبه، لكن بتكون مرحله جديده للمنتخب. يعني ده في الوقت اللي الناس بتتكلم على اعاده تقييم اختيار الكابتن ايهاب جلال طبقا لمباراتي بيراميدز مع مازيمبي، وانتقادات وجهت حتى للاختيار قبل ما يبدأ المسؤولية. شايفين ازاي الموضوع ده، وهل بالفعل بتفكروا في حاجة شبه كده؟ والله احنا شايفين ان الموضوع زايد عن الحد الحقيقه، الهجوم على الكابتن ايهاب مش طبيعي خالص، وما ينفعش يبقى موجود، انه راجل يدرب منتخب مصر، وان طول عمر الناس بتقول ان احنا او مجموعه كبيره احنا عايزين منتخب مدير فني وطني للمنتخب، وبطولاتنا كلها مع المدرب الوطني، فبالتالي ما ينفعش ان احنا بعد ما يتم التعيين ان نبدا نقيم المدير، بدل ما ندعمه بقى بنبدا نقيمه من جديد، لان اكيد هو ما وصلش للمكانه ديت الا بناء على مشوار في التدريب، وعشان تقيم مدير فني لازم تقيمه في فرص، ما ينفعش تديله فرقه مثلا كانت معدله بالهبوط وقعدها وتقول ان هو ما خدش بطوله، او فرقه في نص الجدول او في الرابع خامس، وانما قيمه بالعروض اللي كان بيقدمها مع الفرق ديت وتاثيره مع الفرق، بصرف النظر طبعا عن البطولات، لان احنا عارفين ان العالم كله مش مصر بس، بيبقى في عندها كل بلد عندها ناديين ثلاثه هم اللي بيلعبوا على البطولات، في اسبانيا معروف مين اللي بيلعب. فالامور بتبقى ده التقييم الموضوعي. فاحنا طبعا المطلوب ان احنا ندعم الكابتن ايهاب، راجل كان لعيب على اعلى مستوى، اللي شافوه بيلعب وحضروه نعرف ان هو لعيب على اعلى مستوى، وفكره كان عالي جدا وهو بيلعب. كل الفرق اللي مرناها كان او معظمها، مش هقول كلها عشان ما حدش يقول لي في تجربه مسافره بتاعت الفلانيه ما نجحش فيها، فانا بقول معظمها الاغلبيه ان هو كان مدي شكل للمنتخب للفرق بتاعته، بالتالي ان هو بيدي شكل للانديه اللي هو ماسكها، فاحنا مطلوب منه ان هو يدي شكل للمنتخب. لان الجمهور المصري عايز شكل للمنتخب، وكان حتى لما وصلنا كاس العالم ما عجبهوش مستر كوبر وهاجموه، علينا احنا وصلنا بس ما لعبناش كوره. فاحنا نتمنى ان الجمهور المصري يستمتع بكوره، والكابتن ايهاب يقدر يدي الكوره الجميله الهجوميه للمنتخب الوطني الاول. استمراره مع بيراميدز في حاله التاهل امر محتمل، ولا الموضوع واضح انه بعد ما تشين مازيمبي يبدا مهمته فقط مع المنتخب؟ لا، كان الاتفاق على الماتشين دولت لضيق الوقت طبعا، واحنا نادي بيراميدز نادي بيمثل مصر في البطوله الافريقيه، ما كانش ينفع قبلها باربع ايام نقول ان احنا ما يروحش معاهم. فزي ما تجاوب مع المنتخب ورحب ان هو يروح، احنا برضو لازم نديله اللي بيرمز حقه، تمام مفهوم، فهو يلعب المباراتين دولت وربنا يوفقه ان شاء الله ويجي لمكانه بيكمل. الناس البعض شاف استعجال، ليه استعجال؟ ليه اعلنا الكابتن ايهاب جلال بما انه هيمسك بعد ماتشين مازيمبي ما كنا نعلنهم بعد الماتشين؟ انتوا كانت حساباتكم ازاي في النقطه دي كابتن عامر؟ لا، كان لازم الموضوع يتقفل، لان حضرتك لما بنتكلم دلوقتي على ان المدير الفني للمنتخب الوطني اكيد هو قاعد بيحضر، لان احنا عندنا في شهر 6 اجنده، احنا 30/5 تبدا الاجنده الدوليه الرسميه، مظبوط، فبالتالي الوقت ضيق جدا، فلازم ترتب الجهاز بتاعه، ولازم يشوف الاسماء اللي هيحطها، يعني في اجراءات كتير جدا لضيق الوقت، فعشان كده ده وجه الاستعجال يعني. طيب، هو في نفس الاطار قصه كيروش، نقطه سريعه جدا، لان يوم والتاني بشوف عناوين عن تقرير كيروش اتكلم فيه عن مساعده ده بالاشاده، وانا قلت حاجه شبه كده قبل كده، مواقع وبرامج اخرى اتكلم على بعض المساعدين بالانتقاد، فليه ما يتمش الكشف عن تقرير كيروش؟ قال ايه بالظبط، او وضح ايه، او طالب بايه حتى بعد رحيله؟ يعني هيفيدنا بايه؟ يعني التوضيح دوت هيفيدنا بايه؟ يعني دي مرحله وعدت،
وخلاص انتهت، سلبيات بإيجابيات، حاول أعمل اللي عليه، نجح في بعض الحاجات، ما نجحش في بعض الأمور. إنما من الموضوع إن إحنا تجريح أو نقول تقرير هو مقدمه إن هو قال على فلان أو فلان أو فلان، طبعا ده مش محبوب خالص ولا ينفع إنه يتقال أصلا. لكن هو ذكر في تقريره، اتكلم على كل العناصر بغض النظر عليه يعني، بس هو اتكلم فن والله اتكلم. احنا بس المفروض التقرير احنا بنطلع الحاجة الإيجابية وبنديها للمدير الفني الجديد، تمام، اللي هي فيها الأمور الفنية، علشان يبدأ من حيث ما هو انتهى، تمام، مش هنبدأ من جديد. صح تمام، مش هيجي كل مدير فني يقول أنا هعمل فرقة من جديد وأنا بكون والجمهور يستحمل، وبعدين الجمهور في الآخر يفوجئ إن لا، إن احنا دلوقتي بنتكلم على عايزين نغير شكل المنتخب وعايزين نتائج. الجمهور مش هيتقبل الكلام ده تاني يعني، مره واثنين وثلاثه، مش هيجي كل واحد يقول لك انا بعمل فرقه من جديد، لا. طيب المنتخب الاولمبي هل من جديد بخصوص المدير الفني؟ لا لا خالص، الموضوع ده ما اتفتحش، ولا مدير فني الاتحاد ولا المنتخب الاولمبي. الموضوع اتفتح، نقفل موضوع المنتخب الوطني اللي كان وضعه سريع، لان لما بعض الدول طلبت تاجيل المباريات الرسميه في شهر 6 في الاجنده واترفض. أيوة. ده كان في وجه استعجال ان احنا نخلص موضوع المنتخب الوطني الأول عشان يبدأ الشغل، لأن الوقت ضيق جدا. طيب.